طيب دلوقتي السؤال رقم 5 عايزني أكونسيدر بيلدينج أن إس في إم فور ذا فولوينج تو كلاس 1 دايمنشنال داتا with two classes indicated by circles and crosses. عندي zero class والx class. عايزني اجيب البارامترز بتاعت الSVM واقول ايه هي support vectors وارسم الفانكشن واجاوب السؤال رقم IV. الحقيقة السؤال ده شبه السؤال اللي انا كنت شرحته قبل كده اللي هو في الفيديو ده اللي هو ايه a trivial but very important solved example. الحقيقة انا عايزكم تشوفوا الفيديو ده وما تشوفوش الفيديو بتاع يعني الفيديو بتاع a trivial but very important ده لو 125 ده مهم لان انا بشرح فيه المساله دي تقريبا هي مع اختلاف الارقام يعني بثلاث طرق مختلفه والثلاث طرق مهمين. فانا هحل سؤال الشيت ده فور ذا سيك اوف كومبليتنس يعني بس في الاخر السؤال فيديو 125 ده هو فعلا المهم يعني. فانا هحل السؤال ده باسرع طريقه في العالم من غير ما اقول اي تفاصيل انا قلت التفاصيل دي كلها قبل كده. طيب انا دلوقتي عندي نيجاتيف 1 ونيجاتيف 3 دول اكس كلاس اللي هو مثلا هنا وهنا مثلا. فكده نيجاتيف 1 نيجاتيف 3. طيب بالمره كده لو قلت ده نيجاتيف 2 هيبقى ده هنا 0 مثلا يعني هنا 1 هنا 2 وهنا 3. حلو كده؟ طيب 0 1 2 3 وهنا 4 برضه. 2 و3 و4 طبعا الاو كلاس 2 و3 و4. هو عايزنا نجيب ايه؟ عايزنا نجيب البارامترز بتاعت الاس في ام دبليو ترانسبوز اكس بلس بي عايزنا نجيب الدبليو والبي. طيب واضح ان الاس في ام لازم يمر أولاً معادلته إيه؟ h of x بتساوي w x plus b بس لأن أساساً الـ x ده one dimensional فهي w واحدة مش vector w w x plus b. لازم تمر في النص between the two support vectors دول. طبعاً support vectors هم البوينت دي والبوينت دي. الراجل ده هيمر في النص ما بينهم فعندي سالب واحد لحد نص هنا عند نص هنا لازم يمر هنا. طيب زي ما شفنا في الفيديو التاني مش هرسم حاجة عمودية لا إن مفيش حاجة بتقول إن الراجل ده عمودي على اللاين. فانا عارف ان w ان عند x بنص يعني w في نص بلس b بيساوي 0 ده الديسيجن باوندري نفسه دي معادله يعني w بلس 2b ايكوال 0 دي كده اول معادله. طيب تاني معادله ايه؟ ان انا عارف ان البوينت رقم 2 دي سبورت فيكتور وقيمه w x بلس b عندها بواحد يبقى انا عارف ان w في 2 بلس b ايكوالز 1 يعني 2w plus b equals 1. ممكن اضرب المعادله اللي فوق دي في 2 برضو يبقى 2w plus 4b equals 0 وبالتالي هقدر اطرحهم من بعض يديني 3b equals سالب 1 وبالتالي b equals كام؟ نيجاتيف 1 على 3. وبالتالي w equals نيجاتيف 2b اللي هي بتساوي 2 على 3. فدي كده معادلة decision boundary. طيب عايزني اسكتش هو بيقول لي ارسم الراجل ده فده عبارة عن لاين كده ميله 2 على 3 وبينترسكت في نيجاتيف تلت وبيمر بالنقطة نص فهو لاين عامل كده مثلا يعني مش لازم ارسمه تو سكيل قوي او بدقة قوي بس هو لاين عامل كده تقريبا. ماشي دي كده h of x ونلاحظ ان هو مش عمودي على الاكس اكسس للاسباب اللي قلتها في الفيديو التاني. طيب ايه هم السبورت فيكتورز قلناهم البوينت سالب 1 والبوينت 2 بيقول لك اخر خلاص كده عرفنا كل حاجه اخر مطلوب if a set of new points belonging to the O class are added at 6 و8 و10 هنا كده 6 و8 و10 مثلا what would be the new linear SVM motivate your answer. طبعا واضح ان ال SVM مش هيتغير لان البوينتس دي كلها تبع نفس الكلاس كده كده وال SVM بيتاثر بالسبورت فيكتورز بس فموتيفيت يور انسر الاس في ام بيهتم بسبورت فيكتورز بس كده.